قد نرى في حياتنا الكفيفين ونرى في جانب آخر مصلحي العجلات أو الميكانيكيين، لكن أن نراهم مجتمعين في شخص واحد هنا تكمن القصة. مصطفى جمع الصفات السابقة كلها وخرج بنتيجة قد لا يخرج بها غيره. واثق الخطوات يمشي مصطفى، يدخل إلى المنزل من دون أن يبصر، يتطلع إلى الظلام هنا ويفتح باب الأمل هناك، يعتمد على السمع هنا ويتحسس دواخل المحرك هناك. في مهنته برع، فصارت صيانة العجلات ملاذاً لظلامه الدامس. بديت بالفيتري يعني من نحن صغار بالطفولة، كنا نشتغل بسيارة الوالد، أنا ويا أبونا كان يشتغل يعني، يعني تعلمنا يعني. أنا حبيته يعني، عندي الفيتري هواية صراحة، فحبيت الشغلة، شفتها حلوة وبيها يعني بها إبداع فحبيته. ممارسة مصطفى لمهنة ميكانيكي العجلات صنعت في مخيلته خبرة بهذا المجال، فحتى اختيار الأدوات المناسبة للصيانة صار بسيطاً لا معقداً، فلا يحتاج لمساعد في العمل، وأصحابه يثقون به ويفتخرون بما ينجز. والله أنا يعني رسالتي لهم الله يوفقهم إن شاء الله، ويعني أنا ما شايف هواي مثل مصطفى، يعني مصطفى يعني كيف صديقي واجيب سيارتي ما يصلحها، وهاي ما شايف يعني أنا مكفوف ويشتغل شغلة حلوة ومرتبة وما محتاج لأحد، ما يعني يشتغل كله لنفسه، نفسه دي يكون روحه. مصطفى أحب لون السواد حتى في يديه، فهو يكسب منه قوت يومه ويقضي وقتا لولا هذه المهنة لمر بصعوبة. حتى وإن كان فاقدا لبصره، فموهبته الميكانيكية أضاءت له الحياة ليرتب تفصيلاتها كما يشاء. لبرنامج بالتفصيل، علي مروان، يو تي في.